إذا راح أترك هلا هذه اللي هناك فوق راح أمحي البقية. هلا راح ناخذ احنا نختار سترينج ايج، انا هون قصرت الهاي واخترت سترينج ايج، هلا راح نحط البارامترز تبعته. هلا في عندنا المعادله المهمه بتهمنا هي العلاقه ما بين ستريس عند النقطه هاي علاقتها ب اف ال تي، واظن المعادله بتكون 2 اي بالسترينج. خلينا نفهم هاي المعادله شو معناها. هاي بتقول لي انه الستريس اللي بيصير على بعد ال من هون، ال طبعا انت بامكانك تختار النقطه اللي بدك اياها، انا راح اخذها ال هون عشان ايش؟ عشان احقق ماكسيمم سنسيتيفيتي. الستريس واضح انه مع ايش راح يتناسب، يعني شو راح نعمل احنا هلا؟ راح نصير نحط فورس على هذا الكانتيليفر، ها؟ ايش راح يصير يتكون عندي فوق؟ تنشن، وتحت راح يصير فيه كومبريشن. وفي على فكره راح يكون في نيوترال اكسس، مش هيك؟ او نيوترال بلين راح يصير فيها. وبتناسب مع ال، واضح انه ستريس هون ما راح يكون زي ستريس هون، مزبوط؟ اعلى ستريس راح يكون عند يعني هاي اضعف نقطة راح تكون. ابعد نقطة عندي. إذا بده يكسر، إذا بده ينكسر هذا في النهاية أو يصير في وين راح يكسر؟ هون، ما منطق إنه يكسر هون. إذا كانه يونيفورم الشافت. وبعدين تي راح يعتمد على الثيكنس اللي موجودة هون. على 2 في اي، اي اللي هي ماس مومنت اوف انرجي، اللي هي السكند مومنت اوف اريا او الماس مومنت اوف انرجي. كنت تسال ايش؟ تفضل. انه الاريا، شو الفرق بين الاريا مومنت اوف انرجي والماس مومنت؟ تمام. الاريا مومنت اوف انرجي، لو انا عندي اطلع على هذا الكانتيليفر، لو طلعت انت على هذا الكانتيليفر من هون هلا راح تشوف هذا الكروس سكشن، الريكتانجلر كروس سكشن، مضبوط؟ نرسم هذا الريكتانجلر كروس سكشن هون اللي هو عرضه دبليو والثيكنس تبعته من هون تي. وفي عندي الان نيوترال اكسس، هذا هو النيوترال اكسس اللي بيهمني هون، او هو الاكسس راح اطلع حواليها. هلا السكند مومنت اوف اريا من اسمها هي اريا مضروبه في مربع مسافه من الاكسس، فراح يكون عندي يعني كاني عمالي باخذ ارياز مختلفه هون. خذ اريا صغيره هون الان، وهاي الاريا اللي موجوده هون، الاريا الصغيره الويفر هذا الثن عم بضربها انا مربع المسافه عن هذا الاكسس، وبعدين بجمعهم كلهم، هاي بتعطيني اريا. هلا هاي وحدتها السكند مومنت اوف اريا متر كيوب، متر ديجري فور. السكند مومنت اوف اريا وحدتها متر تو ذا فور، لانها ليش متر تو ذا فور؟ لانها متر سكوير في مربع مسافه، اريا في مربع مسافه. هلا انت بامكانك تحول، اذا بتضرب في الدنسيتي والثيكنس بامكانك تحول من واحد للثاني، بس هاي شو معناها؟ هذا اللي هون، في حد معاه مسطره؟ تكون جهه سهل البنت وجهه تكون صعب جدا. صحيح. هاي مسطره الفرن. هلا مسطره، اذا بتطلع انت هاي، تخيل المسطره هي هاي، وهي الكروس سكشنال اريا. هلا خذ المسطره هاي هلا واعمل عليها هيك. مين اللي عم بقاوم البندنج؟ بس حول اي اكسس عم بقاومك؟ حول هذا الاكسس، مزبوط؟ هاي اي اكس اكس، شايف هاي قديش رفيعه؟ وقديش الاريا تبعتها قريبه على الاكسس؟ اقلب 90 درجه. هلا شو بدك تحاول تعمل؟ بدي احاول قديش هاي صعبه؟ نفس المسطره، شو اللي تغير؟ بس تغيرت من اكس اكس لواي واي. هلا هون شو صار بالماده هاي بالاريا؟ بعيده عن السنتر، صارت بعيده عن السنتر، مزبوط؟ هاي الماده هون القطعه بعيده بعيده، لما بضرب في مربع المسافه بضرب كمان في مربع المسافه، مش بس في المسافه، هدول صار مقاومتهم اقوى. إذا هلا لما بحاول أعمل بندنج راح عليها أصعب بكثير. هي نفس المسطرة بس شو اختلف؟ بدال ما عمالي بشتغل حوالين اي اكس اكس عم بشتغل حوالين اي واي واي، اللي هي لهاي لو شو كنت بدي أعمل بهاي هون؟ كنت راح ألفها 90 درجة أو هاي نفسها عرضها دبليو تي كنت بحسبها بندنج مومنت، وهاي هون راح أسميها اكس اكس يعني اي اكس اكس، وهذا راح أسميه اي واي واي. هون شو صار عندي الأريا؟ هاي الايرز كلها شو صارت مضروبه في مربع مسافه اكبر بكثير من هاي المسافه، فصار عندي نفس هذا الجسم هيو. ولذلك انت لو بدك تحمل اشياء على هاي، لو بدك تحمل، لو انت عندك مثلا بضاعه وبدك تركبها وبدك تحط بيمز على سطح، كيف بتحطهم؟ هيك ولا هيك؟ بتحطهم هيك، فبصير لما تحمل عليهم الهاي بتحمل، مش هيك؟ مزبوط. ذاك بتلاقي البنا لما بيجي ببني، لو بده يحط مثلا خشب، خشبات على سطوح مثلا،
الخشبات بحطهم هيك مزبوط، وبعدين بحط الزينكو عليها اول، ما بحطهم هيك ماشي واضح. والسبب الاختلاف هو اي اكس اكس لاي واي 1. هلا الثاني اللي انت سالت عنها اللي هي صارت الماس، عم باخذ انا ماس، فلو اجينا اخذنا نفس هذا حوالين هذا الاكسس كمان بقدر اطلع لنا حوالين هذا الاكسس، بس هون صار عندي هاي كانها بدي اخذها من هون، بدي اخذ ماس هون، والماس راح اضربها في مربع المسافه، فالماس وحدتها كيلوغرام، في مربع المسافه كيلوغرام متر سكوير. هاي بنسميها سكند مومنت اوف ماس، وهي سكند مومنت اوف اير. ايش فيزيك يا دكتور؟ نعم السكند مومنت اوف ماس ايش فيزيك تمثل؟ لو انت عندك لو عندك هون اكسس وجيت جبت عليه قطعه، ركبت قطعه، وخلينا نفترض القطعه هاي اوكي، وصرت بدك انت تلف، مش بدك تحط انت تورك، هذا اكسس وبلف عليه، بدك تلفه، مين اصعب راح يكون تلفها هاي لما تكون هيك، ولا لما تكون هي مقلوبه مركبه هيك على الاكسس، مين راح تلاقي انه اصعب؟ هيك اصعب، مش هيك؟ لانه هذول ابعد صاروا لهاي، وهذه اي الها اي اكس اكس اعلى من هذه، فهاي على فكره بتخزن طاقه اكثر ككينيتيك انرجي. لما تبدا تلفها ايش الكينيتيك انرجي المخزنه فيها راح تكون؟ نص هاف اي اوميجا سكوير، زي هاف ام في سكوير هاي، فلانه اي اعلى على نفس السرعه مين راح يخزن لك طاقه اكثر؟ هاي من لو لفيتها هناك. طبعا هي عاده هاي بتكون فلاي ويل، ممكن نعملها كفلاي ويل. اذا صار عندنا هاي السكند مومنت، هلا هذا بنقدر نحسبه، بنقدر نشتقه لهاي لهذا البيم، نشتقه بالانتجريشن، بيطلع معنا اي سكند مومنت اوف اريا اكس اكس بيطلع اي بي كيوب على 12، اخذتوها بالسترينث، بتقدر تعملها بالانتجريشن، اذا حبيت تعملها بالانتجريشن راح تاخذ قطعه صغيره من هون حوالين هذا الاكسس، وهذا راح يمشي من 0 ل x، x قديش بتساوي؟ بي على 2 مش هيك؟ لانه هي طولها كله بي، عرضها قديش؟ اي. اذا هلا لو بدنا نشتق بدنا ناخذ سكند مومنت اوف اريا، هاي رفيع جدا السليب هاي او السلايس اللي اخذتها من هون رفيع جدا، عرضها راح يكون دي اكس ثيكنس تبعتها، عرضها قديش؟ اي. اذا قديش هاي مساحتها كاريا؟ اي في دي اكس مزبوط؟ بدي اضربها في مربع المسافه، قديش مربع المسافه بينها وبين هون؟ اكس. اكس مزبوط؟ عفوا سكوير، وبعدين راح امشي من 0 ل بي على 2، بس هذا بيغطي ليش غير هاي وهاي؟ بضرب في 2 مضبوط هيك؟ مضبوط اللي عملناه؟ اذا احنا اخذنا اريا صغيره، طب كيف الاريا ضربتها في اكس سكوير؟ ما هي في منها شيء ابعد من اكس سكوير وفي شيء اقرب من اكس سكوير، عشان هيك اخذناها انفينيتيسيمال. اه مش اخذته هيك بالانتجريشن؟ باخذ شيء انفينيتيسيمال رفيع لدرجه انه هو كله بعيد اكس، من كثر ما هي رفيعه هاي كلها بعيده اكس عن فضربناها في اكس سكوير، تاكدوا شغلنا مظبوط. ايه هي عرض السلايس ودي اكس الثيكنس تبعتها، هي صارت اريا، هي متر سكوير مظبوط؟ مظبوط انفينيتيسيمال ولا لا؟ بس هو متر سكوير مضروب في مربع المسافه، وعملت له انتجريشن من 0 لبي على 2، بس هو المفروض اعمل من ماينس بي على 2 لبي على 2 مش هيك؟ فشو عملت؟ اخذت من 0 وضربت فيه حتى يسهل الانتجريشن. شو بصير عندنا؟ الاي بقدر اطلعها برا مش هيك؟ بصير عندي 2a، بصير عندي هون اكس كيوب على 3 مش هيك؟ وهاي بين ايش وايش؟ بين 0 بي على 2 مظبوط؟ هلا عوض هون بي على 2 شو بصير عندي؟ طلع الثلاثة برا بعدين عوض اكس كيوب بي كيوب على 8، فبتصير عندي محل هاي كلها بتصير بي كيوب على 8، 8 في 3 24 مع 2 هلا هي نفسها هاي بامكانك تكمل وتحسب السكند مومنت اوف ماس اذا بدك، بس بدك ايش؟ ثيكنس والدنسيتي عشان الفوليوم، بس اضرب بالثيكنس والدنسيتي بتطلع معك. اذا هذا القانون الثاني راح احطه هون اللي هو اي بيساوي اي بي كيوب على 12. دكتور احنا حالتنا هيك البي هي التي والاي هي الاوميجا مش هيك؟ صحيح صحيح، خلينا نحسبهم هلا من هون. راح ناخذ هذا الكانتيليفر هلا، راح احسب انه الكانتيليفر هذا تي بتساوي 0.01 سنتيمتر يعني هذا 1 سنتيمتر انا ماخذه بس الثيكنس تبعته.
وهي راح اعتبرها ستيل. هلا معاملات الستيل عندي المودولس اوف الاستيسيتي بيساوي 210 جيجا باسكال. ايش كمان بدنا؟ بعدين اليلد حوالي 350 ميجا باسكال. ايش الفرق بين اليلد واليو تي اس؟ الالتيميت تنسايل سترينث راح تتدمر الماده، احنا ما بدنا نوصل، بدنا نضلنا في الالاستيك ريجن. حتى اضل في الالاستيك ريجن ايش بدي اتجاوز؟ احنا بدنا نعمل كمان فاكتور اوف سيفتي، مش احنا مهندسين ايش بنعمل حب فاكتورز اوف سيفتي. الفاكتور اوف سيفتي راح استعمله 2، يعني الماكسيمم ستريس بدنا اياه 350 على 2، يعني ما راح نخليه يقترب من ال 350، فراح ناخذ هاي راح تصير 175 ميجا باسكال. فبدنا هاي نتاكد منها انها ما تزيد عن 175 ميجا باسكال في الماده، اوكي؟ خلينا هلا نحط الارقام الثانيه، هذا الطول هون متر والويدث هذا ربع متر. انا ضبطت الارقام حتى يطلع معنا شيء منطقي، نحط هون 70 كيلو، رح نحاول تكون هاي 70 كيلو، بس نتاكد انه بيزبط معنا ولا لا. 70 كيلو، رح اقدر احط من 0 ل 70 كيلو. لما بحط 0 رح يعطيني 0 فولت الاوتبوت، لما بحط 70 كيلو رح يعطيني ماكسيمم فولتج. هون رح نشوف شو بيطلع معنا الماكسيمم فولتج. طيب شو بدنا نحسب الان؟ هلا خلينا اول شيء نتاكد ان نطبق المعادله هون، المعادله هون ال موجوده عندي، ال قديش اللي هي الطول؟ 1 متر. تي اللي هي 0.01 مضبوط. اف احنا بدنا نشوفها هلا عشان ما يتجاوزش سيجما، ايش سيجما ماكسيمم اللي ما بدنا يتجاوزها؟ 175. بدنا نحسب اي. اي بدها تساوي اي. هلا اي ايش هي؟ اللي احنا عم نطلع، تذكروا عم نطلع على هذا المستطيل اللي هون، قديش عرضه؟ اوميجا. دبليو. دبليو اللي هي هون؟ بي. بي هون اي. فصارت عندي 0.25. بي اللي هي هذا، مش هيك؟ على 12 احسب لنا اظن بيطلع رقم خيالي مش هيك؟ 1 على 5.65 ضرب 7. خذ واحد عليها بس لاني انا حاسبها هيك بهذا الشكل. يعني خذ بس واحد على ستة. فواحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة. إيش وحدتها هاي لازم تكون؟ متر فور. هلا بدك أنت ما تروح تغلط تحط هاي بالمليمترات وبعدين تحط الجواب متر تو ذا فور. اشتغل كله أمتار. هاي إيش وحدتها حطيناها إحنا؟ متر أمتار. وهاي حطيناها متر أمتار. فهذه بيطلع معي إم متر تو ذا فور. أوكي ماشي. إذا هاي آي عندي جاهزة هلا. نعم سنتيمتر. انا حطيتها 1 سنتيمتر او 0.01 متر. انا بدي اياك تحس يعني شوف هاي الماده من كثر ما هي قويه الماده هاي اللي هي ستيل، انا بحط الثيكنس تبعتها 1 سنتي، انت متخيل؟ وعلى بعد متر ايش عم بحط عليها؟ 70. ورغم ذلك هلا راح نشوف، راح نثبت هلا انه ما بتجاوزش ستريس فيها نص اليلد من كثر ما هي ماده قويه. ستيل يعني ستيل، مش بقولوا حتى باللغه بيستعملوا ستيل، انه الالومنيوم طبعا راح تكون اقل. اذا خلينا هلا نتاكد من هاي المعادله، قديش الفورس اللي بقدر احطها بحيث انه هذه سيجما ما تتجاوز 175؟ اذا عمالنا بنقول انه 175 تايمز 10 تو ذا 6 بدها تكون، يعني هاي بدها تكون اصغر منها، مش هيك؟ اصغر من 175 تايمز 10 تو ذا 6. اف ما بعرفش ايش هي، ال اللي هي 1 وتي اللي هي 0.01 مضبوط. وهون عندي 2 على 48 تايمز 10 تو ذا 6 مضبوط. هلا هاي بتصير عندي بصير عندي اف الان بيساوي 175 تايمز 10 تو ذا 6 مضبوط، وبضربها في 2 على 48 تايمز 10 تو ذا 6 على 0.01. الكل فاهم شو عملنا هون؟ فاف بدها تكون ايش هلا؟ اصغر مضبوط. يعني عمالي بقول اف ما بيصير تزيد، لانها اذا زادت اف عن هاي القيمه ايش راح يصير عندي بهذا البي بالستريس اللي هون راح يتجاوز ال 175 ميجا باسكال. طبعا فينا فاكتور اوف سيفتي، فينا معلش بس احنا هذا حطه بالتصميم، راح لما نسلم المشروع ايش راح نقول لهم الفاكتور اوف سيفتي تبعنا؟ هذا 2. طيب قديش هاي بتطلع معنا اف؟ بتطلع تقريبا
هي عندي 10 to the 6 بتشطب مع 10 to the 6 ترجع 350 729 قديش؟ 729 729 ايش وحدتها هاي لازم تكون؟ نيوتن نقسم 10 تقريبا 70 اذا تقريبا يعني الماس ماكسيمم خلينا نحطها 70 كيلوغرام ماشي؟ واضح هاي كنا نحكي مادة قوية جدا لدرجة انه انا على سماكة سنتيمتر على بعد متر عم بحط 70 كيلو عليها بس طبعا بدها تكون سبورتد ولا سبورتد اوكي هي جاهز عندنا هلا بدنا نطلع العلاقه ما بينه بدنا نطلع الان العلاقه ما بين دكتور احنا كنا نقدر نمشي فيها بالعكس انه عندنا 70 كيلو نطلع الفورس بعدين نرجع نرجع نشوف ال 70 كيلو بس هكا هلا بدنا نلاقي احنا من 70 من 0 ل 70 بدنا نلاقي من 0 ل 70 لما يكون عندنا 70 شو راح يعطيني او 73 يعني هون 73 راح يعطيني 175 ميجا باسكال هلا من سيجما شو لازم اطلع حتى اقدر اكمل ايش انا عندي هون سترين كيف اطلع سترين من ستريس عندنا الموديولوس بلاستيسيتي موديولوس بلاستيسيتي اذا الموديولوس بلاستيسيتي تعريفه بيساوي سيجما على ابسلون ابسلون ال بالحاله هاي ايش وحده سيجما نيوتن بير متر باسكال باسكال ايش وحده سي باسكال وهاي دايمنشنز هلا احيانا بحبوا هاي ابسلون يستعملوها بيقولوا مايكرو سترين اذا ما هي مش وحده يعني 10 تو يعني هي صغيره جدا بتطلع 10 تو ذا ماينس 6 بس ما فيش عندنا مشكله هلا ابسلون ال شو بدها تساوي على 175 راح تساوي عندي هاي 175 ميجا باسكال وقديش اي قلنا على 210 لاحظوا هاي ايش وحدتها جيجا باسكال اذا هاي 210 جيجا باسكال احسب لي هاي السترين شو بتطلع ثمانية فاصل ثلاثة ثلاثة عشر قوة سالب أربعة أيس أوكي 8.33 times 10 to the minus 4 أوكي هلا شو الخطوة اللي بعدها بقدر أعمل؟ إذا إحنا عمالنا بنقول لما يكون الوزن حوالي 73 كيلوغرام تقريبا راح يكون عندي سترين يعني هاي إذا بدنا نحطها بشكل 10 to the minus 3 واحد 2 لو عملتها 1 2 بتصير 833 مايكرو سترين بصير تستعملوا هاي اليونت اذا حبيتوا شو اختصر علي المايكرو هاي كلمه المايكرو هون بس عشان ما اضلش اقول 10 ماي 6 ما في وحده اسمها مايكرو سترين بس هاي تستعمل كثير اذا هاي 833 مايكرو سترين بنعوضها الان هون بدنا ننتبه على في اس ما حسبنا في اس احنا مش هيك هلا في اس انا راح اعطيك هون بالسؤال هذا راح اعتبر انه اي ماكس 15 ملي امبير وراح اقول انه ار نومينال بتساوي 350 اوم ايش بنقدر نحسب الان؟ في اس خلينا نحسب في اس هون اذا في اس بدها تكون اصغر من 2 ار ليش اخذنا 2 ار؟ مفهوم طب ليش ما اخذت 2 ار ان باراليل مع 2 ار؟ الفولتج نفسه هون مش هيك والكرنت هذا لازم يكون 15 ملي امبير وهذا 15 ملي امبير فالفولتج على 2 ار بده يكون اقل من في اس 350 زائد 350 اللي هي 7 ملي وقديش الاكسايتيشن المسموح؟ 15 ملي امبير هذه بتطلع اظن 10.5 فولت 10.5 اذا هون راح نثبت هاي على 10.5 اذا بدك تعملها سيف ايش بنعمل 10 ناخذها 10 فولت اوكي اذا هلا جاهزين نحسب الاوتبوت فولتج عندي في اوت بيساوي ابسلون ال مضروبه في في اس مضروب في كي كي للسترين جيج هذا انا راح افترضها انها 2 افترض انه الداتا شيت اعطتني 2 صار عندي في اوت راح يكون قد ايش؟ 0.0166 حسبتها 0.0166 ايش هاي الوحده؟ فولت بعد كل هالشغل قد ايش اللي طلع معي؟ 16.6 ملي فولت اذا شو بضطر اعمل الان؟ نجيب انسترومنتيشن امبليفاير اذا عندي بهاي الحاله اعطاني 16.6 ملي فولت وطبعا لما يكون 0 كيلوغرام قد ايش راح يعطيني؟ 0 فولت والان بدنا نروح على انسترومنتيشن امبليفاير نختار المقاومة R6 بحيث انه تضخم لي هذا بدي اياه تقريبا 5 فولت حتى ندخله على بيك 5 فولت اذا قديش التكبير بدنا اياه اقسم 5 فولت على 0.0166 301 فبدك تختار R6 متذكرين شو هي R6 مقاومة تبعت الانسترومنتيشن امبليفاير اللي بدي احطها على الانسترومنتيشن امبليفاير يعني اذا متذكرين هون خلينا احطها هون لما تجيب الانسترومنتيشن امبليفاير راح تلاقي الانسترومنتيشن امبليفاير فيه له مخرج من هون ومخرج من هون بتركب عليه R6
وهون وهون بصيروا اللي انبوتس رح يدخل معك هدول الاطراف هون ايش رح حطهم؟ هذا الانبوت فولتج اللي جاي من هون رح يجي من هدول هدول التو تيرمينالز رح يجوا هون مظبوط. وايش لازم تعمل بالسلك اللي بينهم؟ تويستنج. تعمل له تويستنج عشان تخفف النويز، تعمل له شيلدنج بكون احسن كمان. هلا بدك تختار ار 6 من الداتا شيت تبعت هذا الانسترومنتيشن امبليفاير بحيث تكبر لي هذا هذا الفولتج 300 مره تقريبا. بعدين هذا وين بروح الان الاوتبوت؟ على الاي تو دي كونفرتر تبع البيك، وبعدين بنعمل له سونس.